صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، وسيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، وذلك وفقا للشروط المحددة. نتابع في الاستعراض التالي أبرز شروط قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022.